ستشهد سماء المنطقة العربية خلال الليلتين القادمتين زخة شهب يطلق عليها السوئاليات، وتعد من أفضل زخات الشهب. طبعا هذه الزخات تحدث كل عام في الرابع عشر من ديسمبر، إضافة إلى أنها صاحبة عدد الشهب الأكبر من بين باقي زخات الشهب. فشهب زخة سوئاليات بطيئة مما يجعلها تظهر لفترة أطول من السنة، وتبلغ سرعة شهب التوأميات 35 كيلومترا في الثانية. تظهر شهب التوأميات كل عام بين الرابع والسابع عشر من ديسمبر، وتصل الذروة في منتصف ديسمبر، وبالتحديد ما بين الساعة الثانية إلى الساعة الحادية عشرة بتوقيت غرينتش. يعني نحن مع حدث غير يعني سنوي ويعني وممتع في هاتين الليلتين المخيرة. طيب خلونا نتحدث أكثر عن هذا الموضوع. معنا في الاستديو مدير مركز الفلك الدولي السيد محمد شوكت عبد الحميد. سيد محمد صباح الخير. صباح الخير. نخاف؟ لا لا أبدا، الموضوع عادي. لا لا، شو من الأحداث الفلكية اللي ما لا تشكل خطر على الأرض يعني. طبعا هي ظاهرة كما تفضلتم، إحنا الآن هي حدث سنوي يحدث كل سنة يوم الرابع عشر من ديسمبر، يتمثل بظهور عدد كبير نسبيا من الشهب. السبب طبعا هو الأصل في موضوع الشهب هو عادة المذنبات. المذنبات تتكون من كتلة من الجليد والغبار، لما تقترب هذه المذنبات من الشمس تنفلت هذه الأتربة الصغيرة من المذنب وتبقى سابحة في المدار. لما الأرض تدخل هذا المدار هاي الحبيبات الغبارية يعني تدخل الأرض وتحترق وتؤين الغلاف الجوي. طبعا خلافا لما يعتقد الكثير، الشهب الشهاب هذا اللي بنشوفه المضيء هو عبارة عن حبة تراب، بمعنى حبة تراب. حبة تراب نعم، هي تفعل كل هذا. يعني قطر الشهب يتراوح من مليمترات، إذا وصل 1 سنتي هذا يسمى كرة نارية، ويكون لمعان شديد يقارب لمعان القمر. فهي الحبيبات الصغيرة عندما تدخل الأرض تحترق تؤين الغلاف الجوي. تأيين الغلاف الجوي هذا هو اللي نرى نحن على شكل خط. طيب لماذا سميت التوأميات؟ حلو. هلأ هاي الزخات اللي تحدث كل سنة تبدو جميع شهوبها منطلقة من نقطة وهمية في السماء، تسمى زخة الشهاب للمجموعة النجمية التي تحوي هاي النقطة الوهمية. التوأميات نسبة لمجموعة التوأمين اللي هو بالمناسبة نفس برج الجوزاء اللي في الجريدة، والمنجمين بيسموه جوزاء وفلكيا اسمه التوأمان. فالنقطة الوهمية هاي موجودة في مجموعة التوأمان. المراقب لزخة الشهب هذه خلال الليل سيجد أنه جميع شهب التوأميات ستبدو منطلقة من هذه النقطة. لا يشترط أنه تظهر الشهب في نقطة الإشعاع، تسمى نقطة الإشعاع. أنت تخيل معي الأرض ماشية ودخلت الحزام الغباري لمذنب، وهي داخلة نحن لنا بالنسبة لنا في الأرض سنرى أنه جميع هذه الشهب تنطلق من مكان واحد. كأنك أنت زي تماما زجاج السيارة أثناء المطر، حتجد كل المطر جايك من الأمام، ومش شرط ممكن جاء المطر من الخلف، بس الأرض تسير إلى الأمام وبالتالي تصطدم كل الشهب من مصدر واحد تلقى الشهب. طبعا نحن نسأل أنه طب أنا أين أنظر إلى السماء ومتى أنظر إلى السماء؟ أما أين؟ صحيح في نقطة إشعاع وكل الشهب تبدو منطلقة منها، لكن هو الأفضل أن لا تنظر إلى نقطة الإشعاع، لأن الشهب القريبة من نقطة الإشعاع تكون صغيرة، الأكبر تكون بعيدة. فالشهب يعني في أي مكان تحتاج إلى تلسكوب لمشاهدة؟ لا، هي على المجرد، هي من تستطيع مشاهدة، هي من الأحداث الفلكية اللي يمكن نشوف شيء منها. هي ذروة شوف الشهب بدأت من 4 ديسمبر إلى 17 ديسمبر. لماذا هذه الفترة؟ أيوة، في فترة من الفترات يكون تواجد الحبيبات الغبارية أكثر ما يكون، هي تسمى الذروة. يعني الذروة كثافة الغبار في هذه الفترة. بالضبط، إحنا الآن فيها. هي بدأت من الساعة 6 صباحا بتوقيت الإمارات قبل قليل يعني إلى 3 فجرا من الليلة القادمة. وبالتالي الليلة يعني بدأت بالأمس هذه الظاهرة. بالضبط، الليلة الماضية كانت ممتازة والليلة القادمة متفرغ ما لقيت هو يعني الصحراء تكون بعيدة شوي عن إضاءة المدينة تخفي العديد من الشهب. هاي بالمناسبة هي أفضل زخة في السنة في السنة حوالي ما أعتقد بأبوظبي شاهدوها في جزيرة ياسو. أكيد كثير من الناس، حتى إحنا ما بعرف أرسلنا صورة ما بعرف وصلت ولا لا، إحنا عندنا محطات في الصحراء تقوم في تصوير مستمر للسماء.
نعم. دراسة علميا انا كنت على عجاله لانه ما لحقنا لسه احنا نتكلم يعني الليله انتهت قبل حوالي 3 ساعات فلسه مش كل النتائج وصلتنا من محطاتنا. الموضوع مستمر اليوم كمان وشغال هو فاحنا يعني جبنا صوره من واحده من محطاتنا اللي مقامه في منطقه الختم. عندنا 3 محطات لرصد الشوب كل محطه فيها 17 كاميرا وشغاله طيله الليل. اي شهاب يمر تلتقطه بشكل الي ترسل المقطع الى ابو ظبي في المركز تحلل المواضيع هاي. فاحنا بعد ما حللنا نتيجه طبعا الليله الماضيه ولكن طبعا هناك بامكاني الاطلاع على هذه الصور. نعم هاي الصوره هذا اللي تحت على اليمين هذا القمر. طبعا هذه كاميرا واسعه تسمى فيش اي واسعه الحقل ماسكه تقريبا 3/4 السماء. هذا في اعلى الدائره الزهريه والحمراء هذا هو الشهاب اللي تم التقاطه وهذا احد شهب التوأميات. طبعا هذه صوره واحده لشهاب واحد. العدد الشهب المنتقطه طيب كبير. هل الشهب تمر يعني اكثر من شهب او شهاب ممكن او واحد ممكن ان نرى واحد ثم ننتظر؟ لا الحالتين طبعا هي تختلف. سيد محمد هذا الشهب هاي الفتره عن الشهب العاديه اللي بنشوفها احيانا بنتابع احنا بس بنشوف شهاب مثلا صح قدامنا نقعد ندعي نحن صح يختلف. في نوعين من الشهب، شهب تسمى الفرادة اللي مش تابعة على زخة شهابيها تظهر كل يوم ولا يمكن التنبؤ فيها، عددها المعدل من 10-15 شهاب في الساعة. بس مرة ثانية من مكان مظلم من الصحراء انت المدينة اضاءة المدينة تخفي 80% من الشهب. النوع الثاني من الشهب هي زخات الشهب اللي معروفة تحدث في يوم كذا في الساعة كذا. فهذا يعتمد مش كل يوم عندنا زخات شهب. نحن الآن بأهم زخة شهب في العام شهب التوأميات. شو أحسن المناطق وأحسن وقت لمن أراد أن يتابع هذه الشهب؟ ممتاز. أول شيء بده يبتعد عن إضاءة المدينة. طبعا إحنا القمر شوي عامل مشكلة، القمر بجانب نقطة الإشعاع فهذا حيخفف طبعا عدد الشهب. طبعا النصيحة الأولى يذهب إلى مكان بعيد عن إضاءة المدينة. ثانيا متى يبدأ؟ هو من الجميل أن نقطة الإشعاع أو برج التوأمين موجود تقريبا طول الليل. أحيانا بتكون زخة الشهب نقطة إشعاعها يشرق قبل الفجر بساعة، لا هي موجودة طول الليل. يعني إذا قلنا من بعد 9 مساء ستبدأ الشهب بالظهور، بس طبعا من المدينة عددها قليل. الآن عدد الشهب سيزداد دائما، الشهب دائما يزداد عددها بالاقتراب من الفجر. فدائما ما قبل الفجر بيكون عدد الشهب اكبر، يعني لاسباب علميه يطول يعني شرحها. وبالتالي المهتم اولا بده يطلع من المدينه، اضاءه المدينه يكون في مكان مظلم، بده ينظر الى اي مكان في السماء ينصح الشمال والجنوب بعيدا شوي عن نقطه الاشعاع، ومع الليل بطوله يعني ممكن من 9 لغاية الفجر الليلة القادمة يعني إن شاء الله تكون فترة مناسبة لرؤية. يعني بالعين المجردة من غير أي معدات. بالضبط، لا بالعكس المعدات تضيق حقل الرؤية وتصير تطلع منطقة صغيرة، أنت بالعكس بحاجة أن تنظر إلى مساحة كبيرة من السماء. سننتظر حتى يمر اليوم إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا مدير مركز الفلك الدولي السيد محمد شوكت عودة. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. استمرونا معكم وتتابعونا في حفظ